وفتي وهو جامن يحوجيها ورشدا حسب جا معارض كي ودني أحمد علي نور يحوم نصر سراء كتر سن حسب جا ودني يا سفر شقوق جاري دجا ندى جنبر لباه قاد ليال قاد تما يسدو كلا دجما دور عبران وفتي دنا يسود وين ددونا كودا غن دجا ندى سي أي واحد مسؤولين تني فافاين كزي برشدا كودا غن دجا ندى سي برنامج سياسيات كحسب جا معارض كي ودني كم معارض ترى دم غادي دم بالقوم اللي تروح يا هلو وفتي إنسان تايدي حسب جا ودني وحسبي حسبي هذا نقارن ككاميرا أنا وهذا ناير يركم بالباح وعن قوان سنة إنا سينا قد كيغا وحنا مرانا قدم ربو عدان قرن كلية وحنا مرانا قدم واساد وانينا قد كيوان إبسينينا وعندي شيئا وفتقني منك هلكا مرا يدي يمي إبسو شرفي هلكا يديك سوكا عي وحويان حسبقا وطني حسبقا وطني بينو كوم دي سنة حي أدين مية يوم قال من هاي إيه لقوه الرئينا يساق بمر الباح حق عافيماتك يو قالك يا رجل لقوه قال أيه عم براس كهل ودخلت لقوه قال سين أيه كان من هاي حسب الوطني وحال بالله خالينا إن أنا أديك يا رب إن شاء الله أقدر أقول ما يصير لقوه بالباح هاي وحاير إنسان دي واحد نقط كسينا لنا والمشرع عبد الرحمن محمد عبد الله غيره. السياح المعدي بين كنري هاي إلى نحس بقاسي نقعد كنسي نو برا المينوت هاي. بس هاي. وعلى الجاسد كما يلبحوا. ولقيت بوا اللوري ذا يوم ما يلا دوا الداسي دي. بك اللوري ذا بوا اسكت ذايا. بك هذا المضطك النحي. وين نكيل بحنا شيكلا بينك وين نكاحوا. شيكلا عذرك وين نكيل بحنا. يعني أبو حانويدين بدنا حسب قال يا هذا وداني سو كل جلس كمرة عزني نين إنه سينا عدك يا قفكو كام بين وين عضيني وين عضيني عضي بين صار صار عضي جين تاسو مرة ردي لا يود مين لينو بوته ما أنت ما بدلني نه تغني وداني نوانو سهن تغني سهن كي وحا أقول نور مغتك وداني وداني وحسب يا حسب جندوكا حسب يا وداني عدوني عبد الدنيا وحب الدنيا قبيلة بدلية قبيلة وعقوب بدلية وغارين تبيرها شمال لا مولانا هاي إلى هاي كوكوليو عبد الرحمن محمد عبد الله إيش gudoomiye ku xigeenka hore ee gobolka Togdheer ee xisbiga wadani Cabdirisaaq Axmed Cali ayaa qarab isboorti oo dhameystiran ku wareejiyay kooxda kubada cagta ee degmada War Cimraan geesta kale gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga wadani Maxamuud Xasan Saleeban Dooba iyo gudoomiye ku xigeenka kaambeynka xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ayaa dhismaha xanaano xisbiga wadani hirgelinayo ka dhagax dhigay deegaanka Naqbar Waqo ee gobolka Togdheer Maxamed Matan Gabalax Maxamed Mooto Aerial TV Burco